ليكو اوعكم تفتحوا تمكن، سمعتوا؟ يلا روحوا بسرعة. كملي، بعد ما كنت عم تتمشي هنيك كنت عم بمشي بالجنينة وكانت زهرة بالعرباية، بعدين رحت قعدت. كملي. بلحظة قمت ومشيت كم خطوة بس، ولما بعدت عن العرباية قصدك عرباية بنتك؟ بعدين رجعت فوراً لعنده، خلال ثانية راحت، بس ثانية والله العظيم طلعت بالعرباية وما لقيتها، أكيد خطفوا لي بنتي. لك أنت شلون بتتركيها لحالة؟ ها؟ لك لشو تركتيها لحالة فهميني؟ لك شوفي شيء أهم من بنتك لحتى تتركيها لحالها؟ لا تعيط هون يا أستاذ، أول بالك شوي، اهدى سمعنا. أحمد شو كنيته؟ دهشور رجعتي لي وعم تتوعدي أنت ويا يا خاينة؟ لك ما بتستاهل تشوفي ومعك البنت الصغيرة؟ لك يا وخة عم تاخدي طفلي على مواعيدك الغرامية؟ لا لك ما عندك حياة يا أستاذ، ممكن شفته إذا سمحت. ولك لا تكذبي، عمل لك شفته بالصدفة. ولك أول ما شفتي ضيعتي حالك وضيعتي البنت، شو معناتها هي كمان؟ إن شاء الله صدقني، بعد ما ضيعتي بنتي وحياة الله شفته صدفة، أنا لا وعدته ولا بعرف إنه هني. لا تكذبي، هاي الحركات معي مو علي أنا، مو علي أنا. غسان بيك خلص، شو صار لك؟ انت بمخفر، لا تتدخل بشي ولا بطلعك لبرها. بينه هو اللي خطفه، اكيد هذا الواطي هو اللي خطفه، ما هيك يا محترمه؟ عن مين عم تحكي انت؟ احمد تاشار اللي خطف بنتي، لانه الحقير بيحب مرتي وبده اياها ترجع له، لهيك خطف بنتي. عم تفهمني؟ اكيد متفقين. مين هدول اللي اتفقوا؟ صح، اكيد خططتوا تخطفوها، لهيك رجعتي لي. من قبل كنا رح نتطلق والبنت طلعت من حقي، لهيك رجعتي لعندي مشان توصلي للبنت وتخطفوها انت وحبيب قلبك. اصحك تكذبي علي. شو انت جنيت؟ لك شو شايفني لعمل هيك؟ لك وإلك هي اخر مره. لك انا اللي بعرف كل حاجه صارت. كفي خلص غسان، انا برجيك يا ابن الحرام، لك مين انت لتخطف بنتي؟ انت استغنيت عن روحك؟ لك كيف بتخطف بنتي يا ابن الحرام؟ ها؟ وين بدي احكي احسن ما اخلص عليك؟ احكي وين مخفي البنت احسن ما طالع روحك؟ لك مو انا، وانا اللي خطفتها. ليك واحمد وغسان عم يتفاهموا. علي روح فيكم الله يوفقكم. اخذوا مثل العراق، اتركيهم يستفوا. اصلا ما بيفهموا. لك احكي يا واطي، احكي يا عيل الشرف. مجيد لك وانا اللي خطفتها. وين بنتي؟ بس غسان احكي يا حيوان. ولك غسان وانا اللي خطفتها. وانا
ألو؟ مرحبا سليمان بيك، أنا تولاي. سهيل بيك موجود؟ إيه موجود. فيني أحكي معه؟ ما أنا فاضي هلأ. لسه مقرر يسافر؟ إيه نعم. طيب إمتى؟ بكرة، طيارته 7:30. تولاي خانو؟ طيب، شكراً كتير سليمان بيك. أحمد طلع. ليش تركوا له هذا الحقير؟ عشو عم تطلع؟ سبك سبك لسنا. رح جن أنا. ليش تركتوا له هذا الكلب؟ ليش لساتكم واقفين هون؟ ليش تركتوا له هاد؟ قلت لكم خطف بنتي، ما عم تفهموا. ليش تركتوه؟ غسان بيك، نحن بهالوقت ما فينا نتهم لا أحمد ولا غيره. عطى أقواله وراح، وانتو كمان فيكن تروحوا من هون. إذا كانت البنت مخطوفة ممكن أي حدا يتصل أو يجيكن خبر. روح على بيوتكن هلا. يلا بنتي يلا